السلام عليكم اخوتي، كملوا التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج كنبغي نقول التحيه ديالنا من هذا المباراه داخل. وهذه شي 5 ايام ولا 6 ايام ما عملنا لكم شي فيديو، الضروره راه عيانين، كنا عيانين شي 6 ايام هذه ولا 5 ايام ما عملنا لكم شي فيديو، ودابا احنا عادين نعمل لكم واحد الفيديو، وهذا الفيديو هذا خصكم تفرجوه حتى الاخر على حساب ياس اخوتي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنشكر كتعرف جميع اخواتنا المغاربه اللي كيدعمونا واللي كيعاونونا، وكنشكر خوتي اللي كيساهموا معنا. ونعاودكم في الحلقه اللي فاتت، راه ما عندي شي واحد اللي كيقوم بشي حاجه ولا شي مناجر ولا شي عائله، ما عندي حتى واحد من القبال هذه، بوحدي خدام وعاصبروا معنا وكذا. هذه علاش بوحدي؟ باش كنتعطل عليكم عاد كنعدل لكم ديك الفيديو هذاك، ما عندي لا مناجر، ما عندي شي واحد كينوب عليا، ما عندي شي واحد حتى واحد، كنخدم بوحدي. والقصه ديالنا اليوم اخوتي على حساب ياس، انا قلنا لكم اللي بغاني يعيط لي يعيط لي ديريكت، هذا صوت وصوره او شي حاجه هيدا يعيط لي ديريكت اخوتي، حيت ما كاينش شي واحد كينوب عليا ولا شي واحد هيدا، وانتم عارفين اللي كاين كان. هاد القصة هادي اللي غنعاود لكم اخوتي، كنا في واحد السجن، وهاد السجن هذا كتعرف لا اله الا الله محمد رسول الله، ما فيهاش يا مرحمين، واحد السجن صغير، وديك السجن مقوة صغير، وكامل عقوبة، كامل عقوبة، الناس كتجي كاملة عقوبة، أي واحد كيجي عقوبة تما، واخا شبكات، واخا ناس عندهم رزق وعندهم بزاف ديال المسائل كيجيو عقوبة. وهاد السجن هذا كتعرف فيه العنف، فيه الحقرة، فيه بزاف ما يتقال في هاد الأيامات هادي اللي كنا حنا داخل السجون في هاد الوقت هذا، شي 99 ولا 2000 في هاد الوقت كتعرف العافية شعلة الداخل، وما كاين لا تيسع لا هادي لا والو، بنادم غارق بالحبس شي فوق شي، كتعرف النعاس شي فوق شي، وكتسنى باش تجبر بلاصة سير تيخرج آخر عنده 15 عام ولا 10 سنين، ديك الساعة داك تجبرها ولا ما تجبرهاش. إلا بقيتي حي من قوة بنادم كيموت على الفقصة، وشحال من واحد كينتحر، شحال من واحد كيبقاو يقطعوا في راسه من تما، كتعرف حتى كيسالي مع راسه بالتقطع. وهذا المدير هذا كيساح على ديك السي هذاك، وعندو ديك السي هذاك مزيان، علاش عندو؟ قال لك حبس هاد البلاصة هادي عطيناها له، هو ما كاينش فيها زعما بحال ما كاينش. كتكتب في واحد الوقت كتكتب، كان التليفون عاد باني، كتكتب رسالة للمؤسسة وكذا وهادي، راه ما كتمشيش وما كتوصلش. قال لك هو اللي كيحكم هنايا، هو اللي عنده كل شيء هنايا، الصلاحية ديالو كاملة، وما كاينش شي واحد آخر كيحكم من غيره، من غير هاد المدير هذا. حنا مع جابوني عقوبة ديك المؤسسة فهمتي، جبرت بعض المسؤولين كنعرفهم كانوا معايا في مؤسسة آخرين، حتى هما جاو من هنا زعما بسمية عقوبة، وكنعرف شنو العقوبة هنايا، ولا العقوبة هنايا كتبان لي الموت، ما تخرجش من هنا على خرجتي ميت. هذه هي الفكرة ديك المدير، هذا هو الفكر ديك المدير وكذا، وهذا الحبس خطير، ومن أي قنت كاين هنايا في هذا السجن هذا، في هذا السجن هذا. والمهم واحد النهار دخلت عنده هضرت معاه وكذا هادي، قال لي أنت هنا راه عاملين لك وعاملين، قلت له ما كاين حتى حاجة من هادشي هذا، هذاك السيد اللي عامل لي هادشي هذا راه كانت عام مضادات مؤسسة، ملي كيوقع لك معاهم مشاكل وكذا كيعملوا لك عاود حتى هما كيدافعوا على راسهم. هو قال لي حنا غنشوفوا، وديك حنا غنشوفوا كيقولوا بواحد الطريقة ديال العلف، وداك حين قال ديك الهضرة حنا غنشوفوا، أنا عرفتوا الكلمة عنده ديال الغدر، ديك غنشوفوا فيها تهديد، فيها بزاف ديال الحاجات بحال اللي كيهدد، وأنا ما كنتش من العاجزين، أنا أصلا ميت، أصلا عامل راسي مني كندخل معاهم شي مؤسسة، الصراحة الله تقال كنت كندخل عامل فيرا طانسيون، عامل ما كاينش الثقه، وفي نفس الوقت كنحدي النقاط. شنو النقاط؟ كنحدي النقطه ضد الضعف اللي عنده هو واللي عند الثاني ديالو، وكيفاش وقع في المؤسسه. ما بقيت ماشي معاهم هيداك، عامليني وطلقين عليا مزيان وكذا، والسجن قبال صغير ما فيهش شي بنادم مع عقوبه، انا قلت لكم بنادم كامل تاديبي وجالس وكنتمنظر فيهم شنو واقع. النادم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كاين دواء، ما كاين طب، ما كاين حتى حاجه داخل المؤسسه، كلشي فيها، كلشي فيها، كلشي فيها، وهي صغيره، وهي درت عادي بقيت سامع، اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا، بقيت كنعرف على شي نقط،
السيد كيخرج من تما وكيمشي لمدينه اخرى حيت المدينه صغيره وما فيهاش الملاهي بزاف وما فيهاش داك الشيء اللي كتعرف، وكتعرف شنو هاد المدينه هادي لا اله الا الله محمد رسول الله، وكيمشي كينشط مع راسو وكذا، وهادي ما كيخلي حتى مطاع، وما كاينش ديك الشبكات اللي معنا في السجن، وقوه السجن مزموت كما كنقولوا بالدارجه ديال السجن، السجن مزير، هو هيداك عاجبو حالو، هيداك عامل لهم باش يضرب يدو ويعيش معاهم هاد الحياه هادي اللي كنهضروا عليها حنا، عامل فيهم ما بغاو الناس كتخلص. هادوك السجان اللي تما كاين 21 مسجون ولا كدا 20 مسجون، شبكات كانت ديك الشبكه ديال 96 و94 كانوا موجودين معاه وجابوهم تاديبي وعقوبات من بلايص اخرى باش عملوهم معاه تما، وعامل فيهم ما بغا، صبر فيهم هو داك الشيء اللي بغا، عامل شغله فيهم ما كاينش فهمتي. هاد السيد هذا عامل معاهم كتعرف الشهريه صحيحه، ما كاينش كيشفر من عندهم داك الشيء صحيح هادشي. والمهم بقيت كنعرف هاد الدراري هادو، جلسنا مع بعضنا، كاين فيهم من تطوان، كاين فيهم من وادلاو، كلاو فين كاين من طنجه، وبقيت ماشي معاهم، عرفت عليهم بزاف ديال المسائل. واحد الشاجين تما عنده المراه ويماه كتجين عنده، وقع له واحد المشكل، حصل بواحد الطريف، كيفاش عملوا له العلم عند الله، هو كيقول الطريف ماشي ديالو، عاد تعمل له كدا وهاديه، وهاد مول الوقت هذا اللي قال لهم الطريف ديالو بيدو كيجيب مخدرات، تما موظف كيجيب لك مخدرات وكيشبرك كيقتلك معاهم على ديك المخدرات، وهي ديالو كيبيعها بالليل كيدفع لهم ويدي لهم رزقهم، وبالنهار كيقتلهم، هو يجي ويديها لك ويقتلك بالهراوه وكدا هادي، كي زعما كيسميه المدير كيقول خادم، هو راه عاملين الخروقات، كاملين عاملين الخروقات وما عاملين عصابه. ملي بقيت كنبحث جبرت المدير عنده عصابه ديالو ديال شي الموظفين خاصين معاه وكيلعبوا معاه، ما كاينش شي حاجه كدور في الحبس او شي حاجه كدور ضد ديك المدير، كدور كينفطوا بنادم يقتلوك الا دورتي عليه الهضره، كتعرف شنو يقتلوك؟ يقتلوك الا دورتي عليه الهضره، وانا كنفتشلو على النقطه الضعف ليلون ديك اللي خدامين معاه دائما. هي المهم هاد الولد هذا مسكين جاو عندهم الزياره، جاو عندهم الزياره، ديك الزياره كدوز اربعه د الناس، انا كانوا جاو عندي شي خوتي هيدا واحد جوج خوتي عملنا الزياره مع بعض. دابا ملي خرج ديك المراه وديك ديك المراه وديك العائله معاها، انا بقيت مع خوتي، مشى جينا اخر دخل بحالو هذاك اللي مكرفسين عليه اللي بطريف الحشيش وكدا، انا واحد الموظف تما وكدا عندي معاه، قلت له حين سالي الزيارة غادي نمشي عند المدير، قال لي واخا محمد، هاد الموظف هذا كنتعامل انا وياه وانسان زعما حتى هو واخا موظف بحال الشجي بحال الشاجي، كنثبت عليه بإذا هو راه شويه معقل، ماشي شي واحد اللي كيتعامل وكذا وعزيز عليا على حساب ديك المعامله، كنقول هذا راجل كما كنقولوا حنا بالدارجه. بقيت عامل الزياره واحد الساعه خوتي خرجوا من الباب وانا نخرج معاهم، حتى انا خرجت من ديك الباب اللي خرجوا منا خوتي الى البيوت قريب، وانا ندوز زايده سلمت على خوتي في الباب ودوز زايده زعما كنستنى في باب المدير، تسنى في باب المدير وانا كنتصنت، جابتني وانا كنتصنت، خرجت ديك المراه كبيره، خرجت ديك المراه كبيره هي هذيك خرجوها، خرجت من الباب بقات معاها ديك البنت، ديك المراه ديك الولد هذاك اللي معايا تما داخل اللي مشبر طار الحش، وبنت تبارك الله وصلى على النبي عليها وكذا، اللي كشي اللي تشوف بعيني بنت واعره واقفه. انا عجبني الظروف، انا قلت لك حاضي النقطه الضعف، وبقيت كنتصنت وكذا وكنتساسس عليه على ديك الباب وكذا، وانا كنسمع كيعمل معاها، قال مني تكون خرجت وكذا وهادي خلي مثال المراه وكذا وهادي وانا غنعيط لك وكذا. المهم تفاهموا وياها، كيتفاهم معاها، بنت له فيها وعمل معاها بإذن على الطلاقه هي وياه. ديك الشيء اللي سمعت انا كنت كنتصنت من الباب، سمعت كلشي اللي دار بينه وبين ديك المراه ديك الراجل اللي معانا داخل اللي حصل بالطريق، وهي كتبان بقى بنت واقفه كتعرف، الا ما كانش بنادم كيعرف في البنات تقول بقى بنت، بقى واقفه وحتى راجل داخل صغير ماشي شي واحد كبير، تفاهموا هو وياها وكذا. وهادي خرجت بحالها، عملت راسي انا جالس فوق الكراسه بعيد على البيرو وانا سمعت كلشي. المهم سمعت ديك اللقطه وكذا هادي، وديك الشاجين معانا داخل وكذا، ما خصنيش
وضروري انا ما نقولوش على حساب الالام والعذاب اللي ضربت انا داخل السجن، ما نقدرش نقول ديك الكلمه للراجل ديالها. والراجل ديالها كتعرف كنعرفو ماشي على المخدرات، وهي كتعرف كتضحي معاه هي ويماه، كيجيو عندو الزياره من مدينه لمدينه. بغيت نقول له راه هو راه كيتحرش بالمراه ديالك، وراه هذه هي النقطه، خافت يوقع شي مشكل او صدق ديك الولد المسكين يقتل راسو ولا شي مندار ولا يقتل شي واحد، خلي ديك الشيء هذا كيدير. المهم دخلت فحالي دخلت الصخيره ديالي هذه، بقيت ماشي معاه بحال هذاك، وهضرت معاه ديك العشيه في البيرو وكذا، وهذه الشو كيهضر معايا مزيان على حساب ياس داز ديك الزياره ديك الناس، وانا جبرني في الباب واقف، هضر معايا مزيان قال لي شوف انا نعاونك، عادي نعاونك نرجعك، رجعت حتى للمؤسسه في كونتي وكذا وهذه، وعندي ناس وهذه. قال لي بالحق عندي واحد السيد راه خصني كيجلس معايا، بدا كيفضح لي الوراق ديالو. اذا كيجلس معاه ملي كيكونوا قصارين ولا كذا، وانسان اداري وعنده الكلمه وكدوس. قال لي بالحق راه والو والو، خص واحد جوج ديال المنيول، جوج المنيول باش يرجعني للبلاصه ديالي من جيت. انا مدوز السجن وعارف ديك السيد اللي كاين، ويقدر يرجعوني بهذا الثمن هذا، ويقدر عنده شي واحد مون داخلين الشك على انسان فاسد. فاسد هو شي الموظفين تما، الحبس راه ديالهم ماشي ديال، انا ما جابليش الله كاين في المغرب ملي كنت في ديك الحبس، كان كيجيب الله بشي دوله اخرى. علاش ديك الشيء هذاك ما كاينش شي واحد يعتقك ولا يرحمك، وطاغي طاغي فيها بزاف، وتقول الحبس ديالو ملكيه عندي له، ماشي خدام القانون ولا خدام مع شي واحد ولا كيراعي الظروف شي واحد ولا هادي، ما كيراعي الظروف حتى واحد، انسان متسلط كما كنقولوا حنا بالدارجه، وخطير الحبس ديالو. الشجاع انا كلشي كيعمل منه في راطانسيو، علاش انسان خطير ما كاين عليه راهو، وزيد يكمل عليك كيقول له من الصحراء، من هنا من الصحراء، هاد السجن هذا كنسردو بنادم من الصحراء، وبنادم خايف على راسو البعد. ودابا حنا هذا في هاد السجن هذا وكاين البعد، وعاد نزيدو حنا كيقول له من الرصيديه والصحراء، وهادي كيهدد ديك السجانه مساكن، وكيهدد حتى العائلات ديالو ملي كيجيو كيقول لهم كيعملوا كيصنعوا اللي عندهم، كيعطيوه له وكيدي لهم كلشي. اما هو الحاجه المزيانه وكذا وهادي راه ما تبقى لك شي، الا ما داهاش هو كيديوها لك الموظفين، بعض الموظفين هما اللي مسؤولين داخل، راه الا ما عطيتيهم شي راك ما كدوز لكش، راه ما تدوز لك شي وما دعيش معاهم، كن ميقن والله ما دعيش معاهم وما عطيتيهم شي ديك الشيء اللي خصهم، وتكون طايع معاهم، طايع طايع تكون طايع لهم مردوخ ماشي معاهم، واللي كيقولوا كتقول واخا، كثار من هذاك كلا بخا وقال واخا ندخل في الحبس، كثار ندخل في الحبس ما كاينش يما رحميني ولا تكاو عليك، تكاو عليك باي طريقه وباي ثمن، علاش ما عندكش الحل؟ كاينش اللي يعتقك ولا يرحمك، ما عندكش الحل، مزير كما كنقولوا حنا صحه بالدارجه صحه. اي هادي قال لي جد المنيول وكذا هادي، مين عنجيب هاد جد المنيول؟ هضرت مع واحد الشبكه وكذا وهادي، قلت له ودي اللي فيها اللي فيها خليها بيناتنا وكذا وهادي. واحد السيد قال لي جوج المنيول وكذا وهادي، هو غادي نرجعك ترونسفير وكذا. قال لي الا كان يرجعك ترونسفير انا نعطيه حتى انا نخلص عليك، ونخلص انا خمسه اخرى، انا نعطيه خمسه ونزيد على خمسه ونمشيو مع بعضنا. قال لي شكون هذا؟ بغيت نقول له في الاول شكون هذا السيد هذا اللي قال لي هاد الثمن وهادي. قال لي عا قول لي واللي كاين بيناتنا اخي محمد. قلت له يوقع شي صداع؟ قال لي ما يوقع حتى حاجه، وهاد الهضره غتبقى بينات. قلت له هضرت مع المدير ودور معايا هاد الهضره هادي، اذا عيتعاون معايا وكذا. قال لي هذاك باغي تخلص منك، وهو الهضره دايره عليك، وانتينا كيقولوا مشاغب مثال، انسان كتعمل البلبله في الحبس، وهاد الهضره راه سمعتها وجلسنا، هو ما باغيكش هنا وباغي يهزك من هنا بلا جد المنيول بلا والو، وباغي يسيبك في شي حبس عاهده، هذاك عامل لك ديك الهده وكذا. ما كنتش ملعك زين، تقرقبت واحد العشيه فهمتي بحال هكذا، ونوت كنحيح تما، نوت كنحيح وكنرون وكذا وهادي، صافي خصني كذا. المدير نتفاهم انا وياه وكذا، ديك المدير كتعرف ما نعرف فين كان، عيطولو قالوا له اللي كاين اللي كاين اللي كاين، وانا مبراكي الباب شد الباب وتعطى عاجة. مني جا قلت له شو
انا النهار اللي زدنا هنا قلت لي تصبر معايا عادي وغنعاونك وغادي نرجعك في حالك. انا هاد الحبسه هذا صبرت فيها على الظلم والحقره، وواحد منهم هو انت بعدك، انت اللي خلق هنا هاد البلباله وخلق هاد العصابه وخلق هنا الحقره وخلق تماره وكتعداو على عباد الله هنايا. وبلا ما نبغي نقول لك هاد الايامات هادي انا كنت عامل الزياره وسمعتك المرض الراجل كتفاهم معاها على تلاقاك وكذا وفاينه كاينه كاينه كاين وكاينه المراه اللي عملت معك الزياره هي والمراه، وكاينه مرايا اخرى انا كنعرف معلومات عليك وانت كتحرص من النساء ديال الشجانه وبخواتهم البنات وعامل هنا ما بغيت. هادي ماشي ملكيه ولا عطيها لك شي واحد ولا ديالكم ولا هادي، المهم ما خليتلوش وهادي. وكلشي كيقول مع الشيطان محمد، واحد الثاني ديالو بدا كيهضر حتى هو، عاود جبت له اللائحه ديالو وجبت له الكتاب ديالو شنو كيعمل داخل السجن، وجبت الكتاب هذاك اللي كيبيع العشيش من داخل وكيشبروا عباد الله وكيقتلهم بلا روا، وهما اللي خلقين الرواج في الحبس، هما اللي خلقين بيع الشراء وعاملين الدراري ديالهم اللي كتبيع وتشري معاهم واللي كتعطيهم فلوس وكتعطيهم الرزق. علاش المديرات ديال السجون الا ما خدموش داك الشيء اللي كيقول الله سبحانه عز وجل واتقوا الله في السجين، راه والله ما كاين شي حاجه من هادشي هذا. راه والله تيقتلوا الشجانه والشجانه كيموتوا من داخل عبر الفقصه والغدايد وبالجوع وتماره والحكه والاكتضاد وهذاك نعسوق هذا والحقره. كنت باقي صغير راه غادي يحشيوك مع الناس اللي ياكلوك، واخا ما عندك جهد تنادم في واحد البلاصه اللي ما خصوش يكون فيها، في واحد الموقع ما خصوش يكون فيه. علاش كنهضروا مع الشباب كنقولوا لهم ردوا بالكم، القضيه حامضه، قضيه حامضه. تماره اللي ضربنا والشجون والحبس اخوتي، الحبس ما تبغيش حتى العدو ديالك، وسمح لنا بزاف اخوتي الشباب ردوا بالكم، راه السجن قبيح، ردوا بالكم، راه بعض الحالات كيكونوا خطيرين، وسمحوا لنا بزاف وباقي ما يتقال اخوتي، وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، وتفرج الفيديو حتى الاخر وعمل ابوني وعمل جيم. واللي بغى محمد طبيب 06-95-11-67-95 06-95-11-67-95. ما عندي لا مناجر، ما عندي اللي كيعاوني، ما كاين عائله، ما كاين حتى واحد. كنخدم راسي وكنهضر راسي وكنسيبكم فيديو هيداك، ما كنعوط ما كنسكسف ما هادي ما والو. وسمحوا لنا بزاف وعاش الملك.